نسبة استخدام المخلفات كوقود في صناعة الأسمنت في 2011 وصلوا ل 61%، في النمسا عدوا ال 65%، في دولة زي هولندا في 2009 النسبة وصلت ل 98%، ومن ساعتها بتتراوح ما بين 98% و 89%. في سنين ألمانيا كان عندها عجز في المخلفات فاستوردت مخلفات برغم انها عندها اكبر خامس اكبر احتياطي فحم في العالم، فضلوا ان هم يشتروا مخلفات من بره بلدهم ان هم يطلعوا الفحم اللي موجود تحت رجليهم. في توجه واضح للابتعاد عن الفحم عشان اضراره يعني لا تعد ولا تحصى. فده التوجه اللي احنا لازم ناخده في صناعتنا وكسياسة لأي حكومة جاية في المستقبل مصر. احنا ممكن نتكلم شوية ليه في توجه لاستخدام الفحم قوي. وزير الطاقة وتغير المناخ اسمه أدوارد ديفي قال، وده موجود صراحة في تصريح كمان على الحكومة الإنجليزية نفسها، بتقول ان هو مش من المنطقي تماما ان احنا كبلاد أوروبية وكدولة زي أمريكا مثلا إن هي تكون بتسعى للتخلص من الفحم عندها وبتموله في بلاد أخرى. مؤخرا كمان الرئيس الأمريكي ياريت يصدق وما يعملش ده في بلادنا بدل ما هو بطله في بلادهم، قال إنه هو حكومته مش المفروض تحط فلوس في أي بنك من البنوك الدولية ان هي تمول فحم في بلدان العالم الثالث، لما ده من مسؤولية الصراحة قانونية ان لم تكن اخلاقية وسياسية للبلاد.